نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في عزبة جابر التابعة لمركز الزرقاء محافظة دمياط. ويأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل الحالات المستحقة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإنهاء إجراءات استصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء تحليلات مع عملية وأشعة عادية وموجات صوتية. موجودين النهارده في اليوم الاول من قافله عزبه جابر، القريه بتتبع مركز الزرقاء، والقريه بتقدم خدماتها الطبيه من ضمن مبادره 100 يوم صحه تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بيتقدم فيها وبيتم فيها تكثيف الخدمات العلاجيه اللي بتتقدم للمرضى، بيتم فيها كمان فعاليات المبادرات الرئاسيه من ضمنها الكشف عن الضغط والسكر والامراض المزمنه، الاعتلال الكلوي، الاورام السرطانيه، كمان صحة المرأة والصحة الإنجابية والسمعيات الخاصة بالأطفال والمقبلين على الزواج. كل ده بيتقدم من خلال القافلة ومن خلال الفريق اللي متواجد مع القافلة الخاص بالمبادرة. اليوم تم استضافة عدد كبير من الناس أو الزائرين في جميع التخصصات، وبالفعل كان هناك قدوم كثير من الأهالي، وذلك للعلاج ولأخذ العلاج والكشف عليه. أنا جيت قطعت كشف ليا ولابني في القافلة الطبية المصرية اللي بتيجي هنا عندنا في الكرة دايما، وسعيدة جدا إن مصر فيها الرعاية والاهتمام بالمواطنين، وأحب إنها تتكرر تاني وتجيلنا الناس البسيطة اللي مش قادرة إنها تروح المستشفيات الخاصة تكشف.